بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم يا شباب. نكمل مع بعض في الشابتر بتاع الاوتاكويت. هنتكلم بقى الفيديو ده والفيديو اللي جاي على واحد من اهم المواضيع اللي عندنا في شابتر الاوتاكويت، اللي هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي الفصيله من الادويه بتاعه المسكنات وخافضات الحراره. طبعا مش عايز اوصيك بقى ان مفيش امتحان مستحيل، يعني في امتحان يخلو من سؤال في التوبيك ده. قبل بس ما ندخل بقى في النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز واكلمك عنهم بالتفصيل، نعمل لهم كلاسيفيكيشن الاول. زي ما انت شايف كده، الكتاب مقسم النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي اختصارا بنسميها ان سيدز الى عيلتين. عيله اسمها نون سيلكتيف كوكس انهبيتورز اللي هتعمل انهبيشن للكوكس 1 و2، والعيله الثانيه اللي هي السيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز او الكوكسيبز الجديده. العيله الاولانيه النون سيلكتيف زي الحاجات اللي جايه من الساليسيليك اسيد ديريفاتيفز زي الاسبرين والدايفلونيزال والالوكسيبرين والامينو ساليسيليك والميثايل ساليسيليك. الاسيتيك اسيد ديريفاتيفز وما تهتمش قوي بالنوعين اللي تحتها، لكن خد مثلا اندوميثازين، خد سولينداي، خد ديكلوفيناك. بعدها بروبيونيك اسيد ديريفاتيفز، ايبوبروفين، كيتوبروفين، نابروكسين. وبعدها الفيناميك اسيد والبيرازولون ديريفاتيفز مش مهمين قوي. اللي بعدها الاوكزيكامز مهمه شويه، البيروكسيكام والتينوكزيكام. والسيلكتيف بقى كوكس 2 انهبيتورز الجديده اللي هي اسمها الكوكسيب اللي هنتكلم عنها ان شاء الله الفيديو اللي جاي، زي السيليكوكسيب والايتوريكوكسيب. وكان في اتنين اتسحبوا من السوق في 2004 و2005، وهنبقى نقول لك اتسحبوا ليه وقصتهم ايه في الفيديو اللي جاي. تلاحظ بقى ان انا كاتب لك بعض الاسماء بالخط الاحمر، لان انت طبعا هتشتكي دلوقتي من كتر الاسماء الادويه. فهقول لك طيب على الاقل تبقى عارف الاسماء اللي مكتوبه بالخط الاحمر، لان دي اكتر اسماء هتشوفها في الام سي كيو، فتاخد بالك من الاسماء اللي احنا معلمين عليها دي. طيب من كل اللي انت شفته بقى ده، من كل الكلاسيفيكيشن ده ال 10 15 دول، احنا ما نقدرش نتكلم على كل واحد بالتفصيل، انما احنا هناخد البروتوتايب اللي هو الاسبرين نتكلم عنه بالتفصيل، وبعدين ناخد بقى الباقيين كلهم بالمقارنه بيه، يعني الفرق بينه وبين اسبرين اذا كان في فرق مهم في سطر او سطرين، زي ما عملنا قبل كده مع السيمباثومايميتك والادرينالين لما كنا شرحنا الادرينالين يعني شرحناه كويس، وبعدين خدنا الادويه السيمباثومايميتك بقى كل دواء سطرين كده. هنعمل برضو كده مع النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يبقى لو انا بتكلم عن النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، انا هاخد الاسبرين كمثال لهم اللي هو البروتوتايب. الاسبرين اسمه العلمي اسمه اسيتايل، ده الاسم العلمي اسيتايل ساليسيليك اسيد. طيب من حيث الكيمياء والمصدر بتاعه، الاسبرين ده زي ما انت شايف كده استايل ساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد جاي من شجره، الشجره اسمها ويلو تري اللي حضرتك شايفها دي. الويلو تري دي بتنمو في مصر كتير جدا، بتشوفها انت وانت ماشي كده كتير قوي وانت مسافر، هتلاقيها على شطوط الترع دايما، حتى تلاقي دايما فروعها نازله زي السلاسل كده في الميه. الشجره دي اسمها بالعربي الصفصاف، شجره الصفصاف، بتعيش في مصر ودول الميديترينيان كانتريز يعني كتير قوي، فمعروفه. وبعدين هي البارك بتاعها، كلمه بارك اللي هو اللحاء الشجره اللي هو الطبقه الخارجيه من قشره الشجره اسمها بارك. فالويلو بارك ده لو انت خدته وغليته يطلع لك الماده اللي اسمها ساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد بقى اللي هو البيرنت كومباوند اللي جاي منه الاسبرين اللي اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد. طيب حكايه الساليسيليك اسيد دي معروفه من الاف السنين، من ايام الفراعنه كانوا عارفين قوي ان كانوا من يعني من زمان جدا عارفين انك لو جبت البارك بتاع الويلو تري ده وغليته في ميه يطلع لك الساليسيليك اسيد. وكانوا في برديات كتير جدا زي ما انت شايف كده، في برديات بتتكلم على استخداماته كونه انتي بايريتك وكونه بانالجيزك ومش عارف كل الكلام اللي احنا هنقوله ده كان معروف من الاف السنين. انما بقى الجديد اللي انت بقى لازم تعرفه انه الساليسيليك اسيد وان كان هو قديم زي ما انت شفت كده، الا ان طعمه مر جدا محدش بيطيقه. انا بكلمك على الساليسيليك اسيد الاصلي اللي هو جاي من الويلو تري بارك. كمان كان فيري جاستريك، كان بيعمل سيفير جاستريك اريتيشن، يعني منه طعم وحش ومنه بيعمل لك جاستريك اريتيشن. نمر الثلاثة ما كانش افكتيف قوي. ففي سنة 1897 جه كيميائي بيشتغل في شركة باير، شركة باير دي شركة مشهورة جدا يعني شركة يعني كبيرة، شركة ألمانية. الكيميائي بتاع شركة باير ده كان اسمه فيليكس هوفمان. فيليكس هوفمان جاب يعني هو كان عايز يعمل أي طريقة يخلي الأسبرين اللي هو ما كانش أسبرين بقى اللي هو الساليسيليك أسيد يخليه مبلوع، يخليه بس يتبلع من غير طعمه المر قوي ده ومن غير الجاستريك إريتيشن. فعمل تفاعل كيميائي شهير جدا، حط الساليسيليك أسيد مع حاجة اسمها صوديوم أسيتيت أو الخل عموما، الخل اللي أنت عندك في البيت ده لو جبت الخل اسمه أسيتيك أسيد،
لو جبت اليلو بارك ده اللي هو الويلو، اسف، الويلو بارك، غليته بدل ما تغليه في ميه تنقعه في اسيتيك اسيد، هيكون لك الماده اللي اسمها اسيتايل ساليسيليك اسيد. ما هو الخل اسمه اسيتيك اسيد، فهيديله اسيتايل جروب ويحوله لحاجه اسمها اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين. يبقى كل اللي عمله فيليكس هوفمان انه عمل كده، انه عمل اسيتايليشن للساليسيليك اسيد، وانتج لنا الماده الكيميائيه اللي شركه باير سمتها اسبرين. امتى؟ في 1897. اصبح بقى اسم الاسبرين النهارده، رغم ان هو المفروض انه كان اسم تجاري، بدات بقى الشركه تعلن عنه وتقول بقى، يعني تكتب في شعر بقى والعالم كله يستخدمه، بدا الاسبرين من كتر شهرته يستخدم هذا الاسم بديلا للاسم العلمي. يعني احنا نادرا ما بنتكلم عن دواء باسمه التجاري، انما الاسبرين من الامثله القليله قوي انك ممكن تتكلم عنه في التكست بوك بكلمه اسبرين، يعني دي تعادل الاسم العلمي بالظبط. الاسبرين بقى فضل ال 80 75 سنه اللي فاتوا مش عارفين الميكانيزم بتاعه ايه، لحد ما قلت لك انا في الفيديو اللي فات ان احنا اكتشفنا الميكانيزم سنه 1971 على ايد الفارماكولوجيست اللي كان اسمه جون فان، اللي هو الراجل الانجليزي ده. يبقى انا حكيت لك كده قصه الاسبرين، انتاجه ايه وكميته. طيب الاسبرين بقى، لو انت عايز تتكلم بقى ندخل في شغلنا، يعني لو انت عايز تتكلم على الفارماكوكاينيتكس بتاعته، الفارماكوكاينيتكس اوف اسبرين من حيث الابزوربشن، الاسبرين طبعا انا بقول بقى اسبرين لان انا قلت لك ان كلمه اسبرين خلاص خدت بقت بوبيولر، بقت خدت شهره الاسم العلمي. الاسبرين او الاستلسلسيليك اسيد ده الابزوربشن بتاعه از فيري جود من الاستومك، هو بيمتص اكتر من الاستومك لان هو اسمه اسيتايل ساليسيليك ايه اسيد. وزمان في الجنرال فارماكولوجي قلنا لك ان لما يبقى اسيدك دراج يبقى امتصاصه اكتر من الاسيدك ميديوم، وبما ان البي اتش في الاستومك 1.5 يعني تعتبر the most acidic environment، يبقى الاسبرين امتصاصه اكتر من الاستومك. علشان كده دايما الاسبرين مرتبط بانه بيعمل irritation للاستومك لان ده مكان امتصاصه هنا. الاسبرين لما يمتص من الاستومك هيتوزع في جسمك كله، واكتر حته طبعا يعني مؤكد هيروح للسي ان اس لان هو جزء من شغله انه بيروح على البرين، بيشتغل على اماكن معينه في البرين. الميتابوليزم بتاع الاسبرين والاليمينيشن بتاعه، الاسبرين مميز جدا انه بيخرج من الجسم بطريقتين. زمان في الجنرال فارماكولوجي قلنا لك ان اي دواء عشان تو بي اليمينيتد انا عندي طريقتين للاليمينيشن. الطريقه الاولانيه اللي مش محتاجه انزيمات خالص، الدواء بيخرج بحاجه اسمها فيرست اوردر اليمينيشن. فيرست اوردر يعني الدواء بيخرج من غير اي مشاكل خالص. الطريقه الثانيه بقى ان في ادويه بتغلس معاك وبتقول لك انا مش هخرج الا بانزايم، بمساعده انزايم معين، فيسموها زيرو اوردر اليمينيشن. وقلت لك زمان في الجنرال وانا بشرح الجنرال ان في ادويه مميزه انها بتخرج، معظم الادويه بتخرج بالفيرست اوردر، وفي ادويه قليله قوي بتقول لك انا والله ما انا خارجه الا بمساعده انزيم، يبقى اسمها زيرو اوردر. الاسبرين من الامثله القليله جدا اللي بيخرج بديوال روت اوف اليمينيشن اكوردنج تو ذا كونسنتريشن. اذا اديت اسبرين بهاي كونسنتريشن او هاي دوز، اسف، اذا اديت اسبرين بثيرابيوتيك دوز الاول كده يخرج بالفيرست اوردر اليمينيشن. اذا اديت اسبرين بهاي دوز او بتوكسيك دوز يقول لك والله ما انا خارج الا بمساعده انزيم، شوفوا لي حد يخرجني بقى، يوم يتحبس في جسمك ويخرج بالايه، بالزيرو اوردر اليمينيشن. فممكن يجي لك سؤال ام سي كيو ويغلطك، يقول لك which of the following drugs is characterized by its dual route of elimination. dual يعني طريقتين، وهيحط لك من ضمن الاختيارات دواء من الاثنين دول، يا اما اسبرين يا اما في دواء زمان اتكلمنا عنه في الجنرال كان اسمه فينيتاين، كان بتاع الابيليبسي. فيبقى دول الدوائين المميزين جدا ان هم بيخرجوا بالتو روتس اوف اليمينيشن اكوردنج تو ذا كونسنتريشن. اتفقنا؟ تيجي بقى للاكسكريشن، الاسبرين بيخرج عن طريق الكدني. طيب الاسبرين بيخرج عن طريق الكدني، في الاسبرين ده دواء اسيدك واليورين عندك اسيدك ميديوم، فبيقول لو انت عايز تزود الاكسكريشن اوف اسبرين، تخلي الجسم يتخلص منه بسرعه، اعمل الكالونايزيشن اوف يورين. زمان قلت لك لما تحب الدواء يمتص من جسمك، يمتص يدخل جسمك، حطه في بي اتش مماثل لطبيعته. اما تحب الدواء يخرج من الجسم وما يرجعش تاني، اعكس له البي اتش. طيب بما ان الاسبرين اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد، يعني هو اسيدك، فانت لو خليت البي اتش اوف ذا يورين الكالاين، يقوم كل الاسبرين اللي خارج يشيل شحنه، يحصل له ايونايزيشن لان هيلاقي البي اتش اتعكس، وبالتالي طالما بقى ايونايزد كان نوت بي ري ابزوربد اجين، يبقى اللي بخرج ما بيرجعش تاني، يبقى انا كده بتخلص من الاسبرين بسرعه. اللي انا بقوله لك ده هو طبعا يعني صعب ان احنا نجيب لك سؤال يقول لك كلمنا عن الفارماكوكاينيتيك اوف اسبرين.
انما كل نقطه من دي محلل انها تبقى بوينت في الام سي كيو فتاخد بالك منها. تيجي بقى على الميكانيزم اوف اكشن. الاسبرين انا قلت لك ان هو الاسبرين وعيله النون سترويدال كلها شغاله على الكوكس انزيم اللي هو السايكلو اوكسجينيز انزيم بنوعيه واحد واثنين. الاسبرين والعيله كلها اللي اسمها نون سترويدال كلهم بيلطشوا على الكوكس انزيم اللي هو السايكلو اوكسجينيز. كوكس انزيم ده اللي هو كوكس 1 ده، انت فاكر ان انا قلت لك في الفيديو اللي فات انه كان مسؤول عن انتاج البروستاجلاندين الطيبه، الطيبه اللي هي الفسيولوجيكال اللي جسمي محتاجها يوماتي، المعده والمش عارف ايه والرينا والكدني والبرين وغيره. كوكس 2 انزيم مسؤول عن انتاج البروستاجلاندينز اللي بتطلع اثناء الانفلاميشن، وده الكوكس انزيم كوكس 2 ده غير مرغوب، يعني احنا دايما عايزين ايه، مش عايزين نسمع سيرته. الاسبرين بيلطش على الاثنين، كوكس 1 و2 بيعمل لهم انهبيشن. هتقول لي الله طب وكوكس 3 ما جبتش سيرته ليه؟ هو برضو الكوكس 3 ده انا قلت لك انه مفترض وجوده في البرين، هو لسه حاجه لم تثبت في الهيومن على الاقل، هي ثبتت في الانيمال. انما يا اخي لو عايز تعتبر ان انت عندك كوكس 3 في البرين فبرضو الاسبرين هيعمل له انهبيشن، ما فيش مشكله يعني، بس احنا ما جبناش سيرته وما اتكلمناش عنه كتير لانه زي ما قلت لك هو فرضيه. انما اللي احنا متاكدين من وجودهم في الجسم هو كوكس 1 وكوكس 2، ووظائفهم معروفه، وزي ما قلت لك الجينات بتاعتهم اتعرفت مكانها واتعمل لها كلوننج واكس راي وكل حاجه. طيب الاسبرين كده بقى على كده لما هيعمل انهبيشن للكوكس 1 و2 بنوعيه فهيعمل لي حاجات حلوه، انه هيضيع الايه البروستاجلاندين اللي هي انفلاماتوري ميدييتور، بس في المقابل هيعمل لك اعراض جانبيه كتير. ليه بقى الاعراض الجايه منين؟ لانه هيعمل لك انهيبيشن للبروستاجلاندين الطيبه اللي كان جسمك محتاجها، يبقى كل المشاكل الاسبرين هتنتج من انه بيعمل انهيبيشن لكوكس 1 ده هو اللي ما كانش له ذنب في القصه. هقول لك بقى برده حاجه مهمه قوي تاخد بالك منها، الفرق بين اسبرين وبقيه عيله النون سترويدال فرق مهم جدا في الميكانيزم. كل النون سترويدال بيعملوا انهيبيشن للكوكس 1 و2 زي ما قلت لك، بس الاسبرين بيعمل انهيبيشن ايرريفرسيبل. اهي كلمه ايرريفرسيبل دي ما تنساهاش ابدا. ده معناه ايه؟ معناه ان الاسبرين لو لطش الكوكس انزيم في مكان زي البليتلت مثلا، البليتلت السايكلو اوكسجينيز اللي فيها صعب يحصل له ريجينريشن، يعني لو ضربته البليتلت ما تعرفش تعمل له ايه ريجينريشن تاني، وبالتالي هيبقى الافكت اوف اسبرين على البليتلت ممتد المفعول لونج اكتنج لانه ايرريفرسيبل، وهيصبح ده الفرق الجوهري اللي بين الاسبرين وبقيه عيله النون سترويد الانتي انفلاماتوري دراج. لو دخلت الممتحن وقال لك قول لي فرق واحد بين الاسبرين وبين عيله النون سترويدال هتقعد انت تلف وتدور في الكلام وهو مستني الكلمه دي. هتقول له الاسبرين اسيدك اصله اسمه اسيد، هيقول لك ما هو الباقيين كلهم اسيد، ما هو كان اسمه فينامك اسيد ديريفاتيف، بروبيونك اسيد ديريفاتيفز كلهم كانوا اسيدز برضه. انما هو مستني منك حكايه ان الاسبرين بيضرب الكوكس انزيم بالريفرسيبل ميكانيزم، وبالتالي ما بتقوملوش قومه تانية. ده الميكانيزم. طب يترتب على كده ايه بقى؟ اما تيجي تتكلم في الفارماكولوجي دايما لما تيجي تقول ميكانيزم اوف اكشن دايما نربط في ذهنك ان انت بتقول الحاجه الموليكولر اللي حصلت وعلى طول تربط فيها الافكتس اللي هتحصل ما يترتب على ذلك. يعني انت ضربت الكوكس انزيم في جسمك هيترتب على ذلك ايه؟ تعال نعد بقى كل البودي سيستمز، مش هنسيب حاجه ما نتكلمش عنها. اولا هنتكلم على ان الاسبرين له انالجيزك اكشن، هنتكلم على دي. اتنين، وهيبقى له انتي بايريتك افكت. ثلاثة، وهيبقى له انتي انفلاماتوري افكت. أربعة، وهنتكلم على الاسبرين فيما يخص الريسبيراتوري سيستم، هنشوف بيعمل ايه في الريسبيراتوري سيستم والاسيد بيس بالانس. خمسة، هنتكلم على اذا كان له كارديوفاسكولار افكت ولا لا. ستة، هنتكلم على الجي اي تي، ونرجع نتكلم على الهيباتيك افكت. يعني شوف احنا مش هنسيب حاجه ما نتكلمش عنها لان الاسبرين ده مهم جدا. نمره 8 هنتكلم على الهيماتولوجيكال افكت وتاثيره على البليتلت وغيره. 9 هنتكلم على الرينال، و10 اذا كان له ميتابوليك افكت ولا لا. تحس ان احنا يعني متوصين بقوي. اول حاجه كلمه انالجيزك افكت. انالجيزك يعني مسكن للالم. فانا عندي نقطتين تاخد بالك منهم، يعني في حاجات هنتكلم عنها بسرعه ونمشي، وفي حاجات نفصل فيها قوي. الانالجيزك مش هنطول فيها كتير غير هما النقطتين دول. اولا هيسالك الممتحن الاسبرين انالجيزك بيضيع اني تايب اوف بين، قول له المايلد بين، مايلد انتنسيتي بين، انما ما يضيعش البين بتاع الكانسر ولا يضيع البين بتاع المايوكارديال انفاركشن. ما تجيش ابدا العيان عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن وتيجي تديله اسبرين، هو ممكن ياخد اسبرين كاز انتي بليتلت، ده قصه ثانيه. انما كانالجيزك انا كنت بدي الناس دول مورفين لو انت فاكر لانه مور بوتنت. يبقى الاسبرين على قده، يعني انالجيزك على قده. طيب ازاي بيضيع الالم؟ يعني هو بيضيع الالم بنفس النظريه ان هو بيعمل انهيبيشن للكوكس انزيم،
بالنوع واحد واثنين، يعني بيقلل صناعة البروستاجلاندين، بيقلل صناعة البروستاجلاندين سنترال في مخك وبريفرال في التشو في البريفرال تشو. وبما ان البروستاجلاندينز كانت جزء من الانفلاماتوري ميدييتور، منطقي جدا انك لما تقلل صناعتها في الانفلام تشو يقوم البين يقل. طيب وفي البرين برضو البروستاجلاندين مسؤوله جزئيا عن الاحساس بالالم مع حاجات اخرى، مع ميدييتورز ثانيه وحاجات ثانيه بيبتايدز اخرى. فانت برضو لما تقلل صناعه البروستاجلاندين سنترال يبقى انت برضو هتساهم في ان الاسبرين يشتغل بسنترال ميكانيزم، كان الاسبرين بيشتغل بديوال ميكانيزم سنترال وبريفرال. اتفقنا؟ انما هو لو انت عايز تسالني انا شخصيا، الاسبرين الافكت بتاعه البريفرال اكتر من السنترال، لان احنا ده هيبقى برضو من ضمن الفروقات المهمه ما بين الاسبرين والمسكنات المحترمه اللي هي اسمها الناركوتيك انالجيزك زي المورفين وعيلته. هيبقى المورفين وعيلته شغالين سنترال اكتر على البرين، ده ما كان شغلهم، في حين ان النون سترويدال شغاله بريفرال اكتر، انما كلاهما له ديوال ميكانيزم. تيجي للانتي بايريتك افكت. هتسمع في الفارما ساعات تسمع كلمه انتي بايريتك يعني خافض للحراره، وساعات تسمع كلمه شبيهه بها اسمها هايبوثيرميك. طيب انتي بايريتك يعني خافض للحراره، انت حرارتك الطبيعيه كام؟ 37 درجه. والله لو لو بني ادم حصل له انفكشن والحراره ارتفعت من 37 مثلا الى 39، يقوم يعني نقول انه حصل له فيفر، يقوم الاسبرين يجيب من 39 ينزل الايه التمبريتشر يرجعها لطبيعتها، يرجعها 37. في هذه الحاله نقول على الاسبرين ات از انتي بايريتك. انتي بايريتك معناها انه رجع البودي تمبريتشر من الهاي ليفل توارد ذا بيز لاين، انما ما نزلناش تحت، ما نزلش تحت البيز لاين. لو عندك دواء بقى ينزل البودي تمبريتشر بيلو ذا بيز لاين يعني تحت 37 مثلا، خلينا 35، يبقى ده اسمه هايبوثيرميك. طب هل احنا عندنا ادويه بتعمل كده؟ يس، عندنا ادويه بتنزل درجه الحراره من 37 ل 35 وبنستخدمها في حاجات كتير، لكن الاسبرين ما بيعملش القصه دي. الاسبرين كبيره انه يجيب التمبريتشر اذا من فوق 37 يرجعها للبيز لاين ويقف. اذا الاسبرين يتقال عليه انتي بايريتك بات نوت هايبوثيرميك. طيب جميل، ازاي بقى الاسبرين بيضيع يعني بيوطي درجه الحراره؟ نعد. واحد، الاسبرين هيوطي درجة حرارتك نمرة واحد كده بانه بيقلل صناعة البروستاجلاندينز في البرين، واهمهم بروستاجلاندين اي 2. بروستاجلاندين اي 2 ده من اهم الميدياتورز المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارتك اثناء الانفكشن مع حاجات تانية، لدرجة ان احنا اكسبيرمنتالي في المعمل عندنا لما تحب تعمل تجربة على فار تجارب وتحب تعمل له فيفر، لو انت عايز تعمل تجربة على فار يعني يماثل الحالة كما لو كان بني ادم عنده فيفر، يعني بنجيب الفار ده نحطه على جهاز كده اسمه ستيريو تاكسيك تيبل، ونحقن في البرين عنده بروستاجلاندين اي اللي هو اي 2 ده. اول ما تديه في اللاترال فنتريكل في البرين تلاقي درجه حراره الفار طلعت، معناها ان هو ده من ضمن الميدياتور المهمه المسؤوله عن الفيفر. طب ده الاسبرين بيقلله، يبقى ده منطقي جدا كده، يبقى ده اول ميكانيزم في ازاي الاسبرين بيوطي درجه الحراره. اتنين، لما اي انسان فينا بيصاب بانفكشن، جزء من النظام الدفاعي في الاميون سيستم عندك انه بيطلع ماده اسمها انترلوكين او سيتوكان اسمه انترلوكين 1. عيله الانترلوكين عيله كبيره جدا، وكل انترلوكين له رقم ووظيفه. طيب انترلوكين 1 ده طالع من الاميون سيلز عندك له وظيفه مهمه جدا، انه يروح للهايبوثالامس عندك يرفع لك درجه الحراره، حتى لدرجه ان هم بيسموه اندوجينس بايروجين، هو اسمه كده بايروجين يعني حاجه بترفع الحراره. طيب الاسبرين ما بيقللش البرودكشن اوف انترلوكين، يعني الجهاز المناعه عندك بيطلع انترلوكين عادي، انما الاسبرين كل اللي يقدر يعمله هيروح للمراكز اللي هي بتستجيب له في الهايبوثالامس يقول لها ولا كانك شايفاه، هيجي لك حاجه اسمها انترلوكين، ها ولا غمضي ولا كانك شايفه الانترلوكين. كان عايز اقول لك ان الاسبرين داز نوت افكت انترلوكين برودكشن، but it affects the hypothalamic response to it، يعني بيخلي الهايبوثالامس ما تستجيبش له وبالتالي حرارتك ما تعلاش. نمر التلاتة، لو اديت اسبرين بدوز محترمه شويه هيحصل للعيان كوتينيوس فازو دايليتيشن، وطالما قلت كوتينيوس فازو دايليتيشن معناه ان العرق هيزيد، وانت عارف ان لما العرق بيزيد ده بيساهم في ان الحراره بتوطى. ويصح بقى ان احنا لما نيجي نعالج عيان فيفرش وحرارته مثلا 39 او 40 وتدي له دواء زي الاسبرين عشان توطي الحراره، يصح انك تشيل الغطاء من عليه، لان متوقع جدا انه الاسبرين هيعمل له كوتينيوس فازو دايليتيشن ويزود السويتنج عنده. ف
فانت يصح انك تشيل الاغطيه والبطاطين من عليه عشان تدي فرصه للايه للسويت انه ياخد التمبريتشر ويخرج. ما نعملش العكس، لان ساعات بنشوف العكس، ساعات بنشوف العين ياخد اسبرين ويتلكفت بالبطاطين، فلما هيتلكفت العرق هيتكتم ومش هيطلع الحراره. يبقى الاسبرين لو حد قال لك بيوطي الحراره، زائد عندك ثلاث ميكانيزمات هم، والثلاثه ما يقلوش عن بعض، ما فيش حاجه اهم من حاجه، هم كلهم الثلاثه مهمين. نمر الثلاثه، الاسبرين انتي له انتي انفلاماتوري اكشن منطقي جدا، مش محتاج دي مش محتاج كلام اصلا. انتي انفلاماتوري، ما هو اي ما هو مش بي هو بيعمل انهبيشن للكوكس انزيم بنوع واحد واثنين. طب خليني في النوع اثنين ده، مش النوع اثنين ده كوكس اثنين كان مسؤول عن انتاج البروستاجلاندينز اللي هي انفلاماتوري ميدياتور اللي بتعمل لك البين والانفلاميشن. طب لما انت تقلل صناعتها طبيعي جدا الانفلاميشن هيقل. طيب ولما يقل كمان البروستاجلاندين هيترتب على كده حاجات طبعا كتير جدا. نمره واحد، هيترتب على كده ايه؟ البروستاجلاندينز دي كانت جزء من الميدياتورز اللي بيسموها كيموتاكتيك فاكتور. كيموتاكتيك فاكتور يعني البروستاجلاندين وجودها في الميديوم بيساعد على ان الليوكوسايت والنيوتروفيل تيجي تتلم في المنطقه بتاع الانفلاميشن. كلمتك مره في الفيديو اللي فات عن على انه اكتر ميدياتور بينادي على الاميون سيلز اسمه ليوكوترين بي 4 لو انت فاكر. انما برضو ما هي بقيه البروستاجلاندين برضو لها كيموتاكتيك افكت، كونك تقللها يبقى انت هتقلل الكيموتاكسس وهتقلل الاكتيفيشن اوف اميون سيلز. اثنين، تاني حاجه هتترتب على كده، مش انت بتقلل البروستاجلاندين والانفلاميشن هيقل، تقوم الكابيلاري بيرميابيليتي هتقل. انت خدت في الباثولوجي لما بيحصل انفلاميشن الكابيلاري بيرميابيليتي بتزيد وبيحصل اكسوديشن للفلويد، اهو ده هيقل. طيب نمرة التلاتة، لو في هنا لو في اي اميون سيلز يعني ناويه تطلع انزيمات بيسموها لايزوزايم، لايزوزايم يعني انزيمات بتدوب البكتيريا، هنا ممكن الاسبرين من ضمن وظائفه انه بيعمل ستابيلايزيشن لللايزوزوم الممبرين. كلمه ستابيلايزيشن يعني يخلي الفيزيكلز اللي شايله انزيمات ما تفرقعش بسهوله، هي هتفرقع بس مش بسهوله في وجود الاسبرين، فكانه بيعمل لها ستابيلايزيشن. نمره اربعه، البكتيريا عندك لما بتبقى في جزء انفليمد وفي انفيجن، البكتيريا عندك بتطلع انزيم رخم جدا اسمه هيالورينيديز انزيم، حتى اسمه اما تيجي تنطقه تلاقيه رخم كده يعني بتنطق على ثلاث مرات. هذا الانزيم اللي اسمه هيالورينيديز انزيم اما بيطلع من البكتيريا وظيفته يدوب الماده اللي اسمها هيالورونيك اسيد، اللي هي بتكون جزء مهم جدا من حاجه بنسميها اكسترا سيلولار ماتريكس اي سي ام. لما البكتيريا تطلع الانزيم ده هي هدفها انها لما هتدوب الهيالورونيك اسيد يقوم تبقى سهل انها تعمل انفيجن وتغزو التشو عندك والانفكشن يمتد. طب الاسبرين بقى بيخلي البكتيريا ما تعرفش تطلع الانزيم اللي اسمه هيالورينيديز انزيم، وبالتالي بيعمل ليميتيشن للسبريد اوف ذا انفكشن. يبقى على بعضهم كده الاسبرين لو قال لك ازاي هو بيشتغل انتي انفلاماتوري وانتي اميونولوجيكال، قول له اساس القصه جه من انه منع تكوين البروستاجلاندين، ترتب على ذلك واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي انا قلتهم لك دول. نمرة اربعة في الافكتس بتاعته، نتكلم على الاسبرين الافكت بتاعه على الريسبيراتوري سيستم، وانا قصدي في الريسبيراتوري سيستم تحديدا يعني لو هفتح قوس كده انا قصد اتكلم على حاجة اسمها اسيد بيز بالانس، وانا مضطر معلش اشرح لك حاجة كده جايز تكون مش يعني ما تهم يعني انت مش مهتم بيها قوي، بس غصب عني انا مضطر اقولها لك لان بتيجي في الام سي كيو كتير وبيجي في اسئله كتير فلازم نقولها. انت عندك اكتر انا دلوقتي هتكلم على الاسيد بيز بالانس تحديدا، يعني عندك اكتر تو فاكتورز بيحددوا البي اتش في دمك مادتين. الماده الاولانيه او الفاكتور الاولاني او البايوكيميكال بارامتر الاولاني اللي اسمه بايكربونات اتش سي او 3. البارامتر الثاني اللي بيحدد الاسيد بيز عندك وبيظبطه في دمك اللي هو نسبه ثاني اكسيد الكربون سي او 2. التو فاريبلز دول هم البرنسبلز بلايرز اللي بيحددوا عندك البي اتش بتوع دمك. اي تغير، ركز بقى في اللي بقوله ده عشان ما تتلخبطش في الام سي كيو، اي تغير في نسبه البي اتش في دمك نتيجه ان البايكربونات اتغيرت، يعني جيت اقيس لك البي اتش في دمك لقيت البي اتش عالي او واطي وطلع السبب في كده تغير له علاقه بالبايكربونات، هذا التغير هيطلق عليه ميتابوليك، هنقول عليه ميتابوليك تشينج. كويس. واي تغير في البي اتش في دمك صعودا او هبوطا وهذا التغير كان مرتبط بالسي او 2 يعني السي او 2 هو اللي غير، يبقى نطلق عليه كلمه ريسبيراتوري.
اتفقنا كده يا بطل؟ ده مبدئيا بس عشان ما نتلخبطش في الترمات. اذا انا استلك ارتيريال بلاد جاز، خدت عينه من الارتيريال بلاد عندك وبقيس البي اتش عندك، لقيت البي اتش عالي عالي، يعني انت عندك الكالوزس. حلو كده. طيب البي اتش لقيته عندك عالي وعندك الكالوزس، ولقيت البيكربونات هي اللي عاليه، يعني البيكربونات هي اللي زايده وعامله لك الكالوزس، اقول ان عندك ميتابوليك الكالوزس، لان انا قلت لك ان اي تغير مرتبط بالبيكربونات يبقى ميتابوليك على طول. طب افرض لقيت انت عندك اسيدوزس والبي اتش عندك واطي، والبي اتش عندك واطي نتيجه ان البيكربونات نقصت من دمك، ما مش موجود بيكربونات، فانت جالك اسيدوزس، اقول اه في الحاله دي يبقى انت عندك ميتابوليك اسيدوزس طالما التغير له علاقه بالبيكربونات. اتفقنا يا بطل؟ يبقى انت لما بتقول ميتابوليك الكالوزس او ميتابوليك اسيدوزس، انت تعني ان هذا التغير في البي اتش نتج من تغير في البيكربونات في دمك. قيس على كده نفس القصه بالنسبه للسي او 2. لو لقينا السي او 2 في دمك عالي، السي او 2 على فكره ده اسيدك، ده الشق الحمضي من الموضوع. لو السي او 2 عالي في دمك هيعمل لك اسيدوزس، صح كده؟ بس الاسيدوزس دي نقول في الحاله دي انها اسمها ريسبيراتوري اسيدوزس، لان المسؤول عنها سي او 2. لو السي او 2 حصل له ووش من دمك، يبقى انت فقدت شق حمضي من دمك، يقوم يحصل لك ايه؟ الكالوزس. بس بما انه الالكالوز دي نتجت من الووش في سي او 2، جسمك تخلص من السي او 2، يبقى يطلق عليها ريسبيراتوري الكالوزس. يبقى يا بطل لتاني مره، اذا قريت كلمه ميتابوليك او ريسبيراتوري، يبقى انت تعني تغير اما في البيكربونيت او في السي او 2. انا بقول لك المقدمه دي ليه بقى؟ لانه احنا دلوقتي احنا هندي اسبرين، هنشوف الاسبرين هيعمل ايه في الايه، في الاسيد بيس بالانس عندك، وهنلخبطك في الام سي كيو ونلطش منك درجه ملهاش لازمه. الاسبرين اسمه ايه؟ اسيتايل ساليسيليك اسيد. اول ما العيان بيبلع اسبرين بدوز ثيرابيوتيك، يعني 4 قراص في اليوم، 5 قراص، 10 قراص، لحد حتى 15 قرص في اليوم، بيسموها لو توكسيك دوز. لو توكسيك دوز يعني دوز ما هتوصلش لايه، يعني مش هتعمل توكسيستي خطيره، انما يعني هتاثر على الاسيد بيس بالانس. اي جرعه اسبرين هتاخدها بالشكل اللي بقول لك عليه ده، هتروح تزود الاكسكريشن، ركز كده، هتزود الاكسكريشن اوف اتش سي او 3، ده نمره 1، ركز الله يخليك. اي كميه اسبرين هتاخدها بكميه يعني معقوله، يعني مثلا 10 قرص في اليوم، 12 قرص، بيسموها لو تو ميديوم توكسيك دوز، هتخلي جسمك يفقد بيكربونات، الكلى هتفقد بيكربونات كتير. طب ولما افقد بيكربونات كتير يحصل لي ايه؟ هيحصل لي اسيدوزس، صح؟ طب الاسيدوزس في الحاله دي يطلق عليها ايه؟ بما انها انا فقدت بيكربونات، يبقى انا حصل لي ميتابوليك اسيدوزس. يبقى مبدئيا كده الاسبرين تديه بالجرعه الميديوم توكسيك دوز هيعمل لك ميتابوليك اسيدوزس نتيجه فقدان البيكربونات. طيب بعد شويه، هل جسمك هيسيبك كده عندك اسيدوزس ولا هيحاول يصلح؟ نمره 2، الجسم هيحاول يصلح اللي حصل. هيحاول يصلح ازاي؟ هو لقى نفسه فقد بيكربونات كتير، فهيحاول يعادل المساله. هيعادلها ازاي؟ عن طريق الريسبيراتوري سنتر. هتلاقي الجسم راح عمل، او الاسبرين راح عمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر. ليه؟ علشان يعمل ووش للسي او 2، لانه لقاك دخلت في اسيدوزس، فعايز يعمل ووش للسي او 2 عشان يعمل معادله للبي اتش في دمك. لما جسمك هينبه الريسبيراتوري سنتر، هيقوم يحصل لك هايبر فنتيليشن، هيقوم تعمل ووش للسي او 2 كتير، يقوم جسمك يفقد سي او 2. ولما جسمي يفقد سي او 2، اقوم ادخل منك في ايه؟ في الكالوزس، صح كده؟ طيب الالكالوزس تتوصف انها ايه دلوقتي؟ الالكالوزس جايه نتيجه فقدان سي او 2. يبقى تاني حاجه هيعملها الاسبرين بعد ما عمل لك اسيدوزس، ممكن يدخلك في كلمه ريسبيراتوري الكالوزس. حلو كده يا بطل؟ يبقى لتاني مره، اول ما بلعنا الاسبرين بميديوم توكسيك دوز، عمل لنا ميتابوليك اسيدوزس. الجسم حاول يصلح، هيصلح عن طريق السي او 2، فيعمل لك هايبر فنتيليشن، هتبتدي تنهج نهجان كتير عشان تعملوش للسي او 2. يوم لما السي او 2 يخرج، تقوم بعد ما كان عندك ميتابوليك اسيدوزس، تقوم داخل في ريسبيراتوري الكالوزس. كويس. طب لو عيان انتحر باسبرين بقى، خد هاي توكسيك دوز، يعني بدل ما هم مثلا كانوا 10 قرص في اليوم، امبلع 60 قرص مره واحده، او 70 قرص، اللي هي اللي بيسموها الفيتال دوز. في هذه الحاله هو بلع اسبرين، هيقوم جاي له، احنا متفقين هيعمل له اول حاجه ميتابوليك اسيدوزس، هيزود الاكسكريشن اوف بايكربونات. بس في الحاله بقى دي اللي هي الهاي توكسيك دوز، مفيش كوركشن، يعني الجسم مش يعرف يعمل كوركشن للاسيدوزس اللي حصلت،
لانه الهاي توكسيك دوز هتعمل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر. في هذه الحاله العيان هيموت. هيموت ليه بقى؟ لان الاسبرين عمل له ميتابوليك اسيدوزيس في الاول، وكمان كونه يعمل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر فهيحصل ريتينشن للسي او 2، وطالما حصل ريتينشن للسي او 2 هيساعد على مزيد من الاسيدوزيس. كان عايز اقول لك ان العيان اللي بينتحر باسبرين بيجي له نوعين من الاسيدوزيس، بوث ميتابوليك اسيدوزيس وريسبيراتوري اسيدوزيس ديو تو انهيبيشن اوف ريسبيراتوري سنتر. يبقى انا كده كاني عايز اقول لك ان الاسبرين باي دوز ممكن يدخلك في ثلاث انواع من الميتابوليك فاريانتس. ممكن يعمل لك ميتابوليك اسيدوزيس في الاول، وممكن الجسم لو صاحي يرد عليك بريسبيراتوري الكالوزيس، بيعملوش للسي او 2. ولو الجسم لو الريسبيراتوري سنتر حصل له انهيبيشن يقوم يحصل سي او 2 ريتنشن فيجي لك كمان ريسبيراتوري اسيدوزيس، صح كده؟ انت عندك ثلاث حاجات اهم، انما في واحده رابعه ما حصلتش ودي اللي بتجيلك في الام سي كيو. ايه الرابعه بقى اللي ما حصلتش ونيفر تحصل؟ كلمه ريسبيرات، كلمه ميتابوليك الكالوزيس. الاسبرين عمره ما يعمل لك كلمه ميتابوليك الكالوزيس. يبقى يا بطل لو جالك في ام سي كيو يقول لك اسبرين كان بروديوس اول اوف ذا فولوينج ميتابوليك افكت اكسبت، دور على كلمه ميتابوليك وجنبها كلمه الكالوزيس، احفظهم. اي حاجه تانيه ممكن الاسبرين يعملها لك على حسب الدوز بقى زي ما انا قلت لك كده. نخلص من ده ندخل على الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم الحقيقه مريح جدا النهارده، والاسبرين ملوش اي علاقه بالكارديو فاسكولار سيستم لا من قريب ولا من بعيد. اياك تيجي تقول لي الاسبرين له علاقه بالكوندكشن، نزعل منك قوي. لا له علاقه لا بكوندكشن يا بطل، ولا له علاقه بكونتراكتيليتي، ولا له علاقه بالهارت اصلا. الاسبرين حتى لو بني ادم انتحر باسبرين فهو الهارت بعيد خالص، يعني الاسبرين احنا دايما نقول doesn't touch the heart. خلي المعلومه دي في جيبك عشان الفيديو اللي بعد اللي جاي هنبقى افكرك بيها، حكايه ان الاسبرين ملوش دعوه بالهارت خالص، لا كوندكشن ولا كونتراكتيليتي. اقصى حاجه يعملها الاسبرين لو عيان يعني انتحر باسبرين وخد 60 70 قرص انه يطلع على البرين يعمل انهيبيشن لحاجه اسمها فازو موتور سنتر، عادي زي اي سم في الدنيا، زي اي دواء يزيد عن حده. يعني مش عايز اقول لك ان في 95% من الكيميكالز اللي موجوده في الطبيعه لو انت خدتها باوفر دوز هتعمل انهيبيشن للفازوموتور سنتر، فمش حاجه غريبه يعني. انما هل الجرعه العاديه اللي بتاخدها اللي هي مثلا ايه 6 اقراص في اليوم او 3 اقراص في اليوم هل لهم علاقه بالهارت؟ الاجابه لا، واوعى حد يغلطك في القصه دي. طيب اللي بعده، اللي بعده الجي اي تي. الجي اي تي المقصود بيها انا قصدي دلوقتي على الاستومك. بص يا بطل، الاسبرين مرتبط حتى في الموروث الشعبي بعلاقته بالمعده، لان انا قلت لك من شويه ان الاسبرين مكان امتصاصه الحقيقي الاستومك، هو بيمتص من هنا اكتر. تعال نتكلم على نوعين من الناس. في واحد متعود يبلع اسبرين على معده فاضيه كل يوم، كل يوم ياخد اسبرين كده الصبح على الريق. الاسبرين لو نزل على معده فاضيه، قلت لك زمان ان الاسبرين بيمتص اكتر في الاسيديك ميديوم، وزمان في الجنرال قلت لك حاجه كده كان اسمها ايون تراب اوف اسبرين، مصيده الاسبرين. الاسبرين هيبقى في المعده في الوسط اللي ايه الحمض ده اللي هو الاسيديك ده، هيبقى بنسبه 99% نون ايونايزد او ابزوربابل، فهيدخل جوه الاستومك سيلز لان هو ابزوربابل. اول ما يدخل جوه الايه الاستومك سيلز يلاقي البي اتش جوه الاستومك سيلز 7.4 فهيبتدي يشيل شحنه. طالما الاسبرين ابتدى يتأين يبقى ما يعرفش يخرج من الناحيه الثانيه، هيتحبس جوه الجاستريك ميوكوزال سيلز. وطالما اتحبس الحبسه دي نسميها ايون تراب. طالما الاسبرين اتحبس بهاي كونسن، لو انت بقى بتاخد كميه كبيره يعني على معده فاضيه وحصل القصه دي، يقوم عامل لك حاجه بيسموها اكيوت جاستريك ألسر. هتلاقي العيان اللي بلع مثلا 5 6 قرص او 10 قرص على معده فاضيه مره واحده immediately حصل له بيرنينج سنسيشن، اكيوت ايبيجاستريك بين، ومش بعيد كمان يحصل له ترجيع يرجع ايه هيماتيمسيس، يعني ترجيع الدم يبقى اسمه هيماتيمسيس. ممكن تحصل الهيماتيمسيس نتيجه البيرنينج اللي هيحصل ده او الايون تراب. خلاص يا بطل، يبقى اول نوع من البيبتيك ألسر ممكن الاسبرين يعمله اسمها اكيوت جاستريك ألسر بنظريه الايون تراب بتاعه زمان بتاعه الجنرال. النوع الثاني من الألسر بقى الناس اللي بياخدوا أسبرين يعني على مدى بعيد، يعني بقاله مثلا 20 سنة متعود ياخد أسبرين، مش على معدة فاضية ولا حاجة، لا بياخده بعد الأكل، بس بقاله فترة طويلة ماشي على الأسبرين بلا داعي، بقاله مثلا 10 سنين. أيوة في الحالة دي الأسبرين هيضر المعدة برضو، بس مش بالنظرية دي، مش بنظرية انه يدخل يتحبس جوه خلايا المعدة، لا
المعدة عند حضرتك وعندي وعند كل الناس محمية بطبقة مهمة جدا من الميوكس. هذا الميوكس احنا هنكلمك عن القصة دي بالتفصيل في شابتر الجي اي تي. الميوكس اللي بيحمي المعدة ده علشان يتكون بكفاءة لازم يدخل في تركيبه البروستاجلاندين E1 و E2 الطيبين دول لازم يدخلوا في تركيب الميوكس اللي بيحمي المعدة عندك. طيب بما ان الاسبرين بيلطش الكوكس انزايم بنوعينه وبالتالي بيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين E1 و E2 وغيرهم من البروستاجلاندينز، يبقى الميوكس كوت اللي عندك مش هيتكون، وحتى اذا تكون فهيبقى فيري ثين. الاتش سي ال اللي عندك كان اتاك الميوكوزا في الحاله دي ويعمل لك ايه السر، بس ما نقولش بقى عليها اكيوت السر لانها تحصل على مدى سنين طويله من استخدام الاسبرين، فنسميها كورونيك بيبتيك السر، كأن الأسبرين كان induce two types of ulcer. either acute انك لو بلعت أسبرين بهاي دوز على معدة فاضية acute peptic ulcer، او لو خدت أسبرين بسمول دوز بس على مدى سنوات طويلة جدا يعمل لك برضو ulcer بس بنظرية البروستاجلاندين وتبقى اسمها chronic peptic ulcer، وممكن يبقى معها نزف برضو بس النزف في الحالة دي مش يبقى acute bleeding، لا ممكن يبقى نزف بسيط كده occult bleeding يعني حاجات بسيطة كده والعين ما يلاحظهاش. هذا الافكت اوف اسبرين، عشان بس في الشفوي لو حد بيسالك يقول لك اسبرين على الاستومك تبقى دايما مخك مترتب تقول له الاسبرين ممكن يعمل نوعين من الالسر وتشرح له الميكانيزمات اللي قلتها لك دي ايذر اكيوت او كرونيك. تعالى بقى على الايه الليفر، احنا لسه في الجي اي تي. والله الاسبرين ممكن يعمل نوعين من الليفر انجري، بس المره دي مش على حسب الدوز بقى ولا الديوريشن، لا ده المره دي على حسب ايه سن العيان. والله في الادلت اتش يعني واحد فوق سنه فوق 16 فوق 18 سنه ممكن ياخد اسبرين بدوز مثلا واتيفر يعني 3 اقراص في اليوم 6 اقراص في اليوم، ممكن الاسبرين في الحاله دي يروح يعمل شويه تاثير على الليفر فانكشن فياثر على الليفر فانكشن حاجه ترانزيانت كده. طب ولما الليفر يتاثر انا بعرف ازاي ان الليفر متاثر؟ يعني بنقيس انزيمات اسمها ترانس امينيزز، حاجه اسمها سجوت وسجبت، دول لما بتلاقيهم عاليين معناها ان الليفر تعبان متاثر باي حاجه، فهو الاسبرين ممكن يعلي السجوت والسجبت بس ترانزيانت في الايه مين في يعني انا انت الادلت ايج يعني حد عنده 40 سنه 50 سنه ممكن الاسبرين يعملوا الحكايه دي، انما عادي ما تقلقش منها هتختفي. يعني بنقولها لك ليه؟ طب بما انها حاجه عاديه يعني وما بنخافش منها يعني بنقولها لك ليه؟ هقولها لك لانه تبقى عارف الكلام ده عشان ما تبعتش وانت في عيادتك مثلا. افرض ان انت طلعت دكتور بتاع جاسترو انترولوجي وجالك عيان انت شاكك ان عنده سمثنج في الليفر فيرال هيباتيتس ولا غيره، فهتبعته يعمل تحاليل بسميها وظائف كبد. وظائف كبد يعني بنقيس الانزيمين دول، فاول ما بنلاقي الانزيمات اللي هي ترانس امينيز عاليه معناها ان الكبد او الليفر تعبان. طيب ما انت لازم تبقى عارف المعلومه بتاعه الاسبرين دي، لان ممكن يكون العيان واخد دوز من الاسبرين قبل ما يجي لك العياده، فطبيعي جدا لما هيروح يعمل تحليل هيلاقي الترانس امينيزز دول عاليه، فانت هيجي لك نتيجه التحليل غلط، فانت اول ما يجي لك تقول له ايوه بس يا حلو اديني شخصتك اهو انت عندك فيرال هيباتيتس اللي اهو ترانس امينيزز عاليه. لا دي بيسموها دراج انديوسد افكت، فتبقى واخد بالك. بنقولها لك بقى تاني مره اهو عشان لما يجي لك العيان ده تقول له قبل ما تعمل التحليل ما تكونش واخد اي دواء لمده 48 ساعه، لان في ادويه بتعلي الترانس امينيزز واولها الاسبرين اللي احنا طول النهار ايه العينين طول النهار يسفوه بلا داعي. ادى قصه. القصه الثانيه بقى الاخطر الاطفال الصغيرين. الاطفال تحت 12 سنه، تحت 12 سنه اي عيل صغير تشايلد تحت الايدج ده لو اشتكى، شوف الشروط دي يا بطل، لو الطفل تحت 12 سنه الايدج واشتكى من فيرال انفكشن يعني جاله فيرال انفكشن يعني مثلا دور انفلونزا عادي كومون كولد ما كل دي فيرال تشيكن بوكس اي حاجه من دي وعنده فيفر ونتيجه الفيرال انفكشن ده، لو الطفل بالمواصفات دي خد اسبرين في فرصه انه يجي له حاجه خطيره جدا اسمها راي سندروم. ايه بقى راي سندروم ده؟ راي سندروم ده اولا حاجه فيري رير يعني ما هياش كومون، حاجه نادره قوي نادرة الحدوث، بس إن حصلت يا بطل الولد ده فتحته بتتقرى في نفس اليوم. عارف فتحته بتتقرى دي عندنا يعني إيه؟ يعني بيموت، يعني فيتل، الموضوع ده فيتل. راي سندروم ده محدش عارف سببه إيه، يعني لحد النهاردة مش عارفين. كل اللي نقدر نحلف عليه إن بعض الأطفال بالمواصفات اللي أنا قلتها لك دي اشتكى من فيرال إنفكشن وفيفر
وكان سنه صغير تحت 12 سنه وخد اسبرين، ساعات يحصل له فيتال انكيفالوباثي، السي ان اس عنده البرين بيحصل له صادن اند سيفير نيكروزز مع الليفر، يعني يسموها برين وليفر، والليفر يحصل فال من انتهيباتايتس، فتلاقي الليفر يحصل اكيوت نيكروزز. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اهو ما نعرفش سبب الحكايه دي ايه. هي اتوصفت كده، اسمها راي سندروم باسم الراجل اللي وصفها. طيب عندي شويه اسئله. السؤال الاولاني، هيجي لي طالب يقول لي ايه يا دكتور هي بتحصل تحت 12 سنه، طيب انا اخويا الصغير عنده 12 سنه ونص ممكن تحصل له ولا خلاص؟ يا سيدي 12 سنه دي هو يعني مش رقم فيكسد، يعني في دراسات بتقول لحد 16 سنه ممكن تحصل، يعني الراي سندروم مش لازم يكون 12 بالظبط يعني لحد ماشي. ده اول سؤال. السؤال الثاني اللي هتساله، هل الاسبرين هو اللي يعمل راي سندروم وبقيه النون استرويدال ما يعملوش؟ الاجابه لا، بقيه النون استرويدال برضه ممكن يعملوا راي سندروم، لكن اذا كنت انا بقول لك انها فيري رير مع الاسبرين فهي اكثر ندره مع بقيه النون استرويدال، يعني فرصه حدوثها مع بقيه النون استرويدال اقل كتير جدا من فرصه حدوثها مع الاسبرين. طيب في الحاله دي بقى انت هتسال السؤال الثالث، طيب طفل صغير تحت 12 سنه واشتكى من فيرال انفكشن وجاله المواصفات دي وانا عايز انزل له الحراره بتاعته واديله بقى حاجه، طيب ايه الحل؟ بناكد عليك وبنوصيك نقول لك ان في دوايين يعتبروا سيف في التشيلدرن في الظروف اللي زي كده. الدواء الاولاني وهنبقى نشرح لك ان شاء الله ليه بعدين مش دلوقتي، يعني الدواء الاولاني اللي تقدر تعتمده في التشيلدرن الدواء اللي اسمه بنادول او البارا سيتامول، كويس. الدواء الثاني اسمه ايبوبروفين من عيله النون استرويدال، خلي دول في بالك كده لان الدوايين دول احنا بنستخدمهم كتير جدا في الاطفال. يبقى بلاش الاسبرين بقى، يعني خلاص احنا متعودنا بقى ان اي طفل تحت 12 سنه 13 سنه 14 سنه اشتكى من اي مشكله فيرال انفكشن ولا كده يبقى بلاش اسبرين، وعندك البدائل اهي عشان ما ندخلش في كلمه راي سندروم. تعالى بقى يا بطل نتكلم عن الهيماتولوجيكال افكت اوف اسبرين، بعد ما خلصنا القصص دي نتكلم بقى على تاثيره على البلاد والبليتلت. والله الاسبرين على البليتلت بيعمل انهبيشن للاجريجيشن اللي هو ان البليتلت ما تعرفش تلزق في بعضها وتعمل جلطات بثلاث ميكانيزمات، ودايما السؤال ده بيجي بقى ريتن يقول لك جيف ان اكاونت اون ميكانيزم اوف اسبرين از انتي بليتلت. ازاي الاسبرين هيعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن؟ نمره واحد، الاسبرين بيروح يعمل انهبيشن للكوكس انزيم، كويس. الكوكس انزيم ده مش بس كان مسؤول عن انتاج البروستاجلاندين، ده كمان مسؤول عن انتاج حاجه اسمها ثرومبوكسان اي 2. ثرومبوكسان اي 2 ده ذا موست امبورتنت ميدييتور اللي بيخلي البليتلت تلزق في بعضها ويحصل لها اجريجيشن، فالاسبرين بيعمل له انهبيشن. ادا واحد، ادا اهم ميكانيزم، ده نمره واحد، ده يتقال نمره واحد. اتنين، الاسبرين اسمه العلمي ايه؟ اسيتايل ساليسيليك اسيد، فبيروح للبليتلت يعمل اسيتايليشن للسيل ممبرين يخلي البليتلت ما تعرفش تلزق في بعضها. انت خدت زمان في الفسيولوجي ان البليتلت عشان تيجي تعمل حاجه اسمها بليتلت بلاج، تقفل جرح او حاجه يعني، تيجي تلزق في بعضها وبعدين يبتدي السيل ممبرين بتاع كل بتاع ايه يدوب وتبتدي تلزق في بعضها وتلحم في بعضها. طيب في وجود الاسبرين البليتلت ما تعرفش السيل ممبرين يلحم مع اخوه ما يحصلش حكايه البلاج دي ابدا، لان انت عامل الريفرسبل اسيتايليشن للسيل ممبرين فمش عارفين يلزقوا في بعضهم، يعني كده انت بتقلل البليتلت ادهيجن. ده نمره اتنين. نمره ثلاثة، الاسبرين كمان بيقلل صناعه ميدياتور تاني مهم غير الثرومبوكسان اسمه ادينوزين داي فوسفيت، من ضمن الميدياتورز المهمه جدا اللي بتخلي البليتلت تنادي على بعضها من السيركيوليشن. اما بيكون في حته انجرد وعايزين نقفلها تلاقي البليتلت على طول تبعت سيجنالز لبعضها، من ضمن السيجنالز اللي بتبعتها دي الماده اللي اسمها ادينوزين داي فوسفيت. يبقى الاسبرين اشتغل على اتنين ميدياتور اهم زائد انه بوظ السيل ممبرين اوف ذا بليتلت، كويس كده. الاسبرين مش بس بيشتغل على البليتلت، يعني هو كده عمل سيوله في الدم. في ناس معتقدين ان الاسبرين كل شغلته البليتلت، ايوه هو ميجور يعني ده جزء حاجه مهمه، انما كمان الاسبرين لو اتاخد بهاي دوز اكتر من 6 جرام يوميا يبتدي كمان يلطش على حاجه اسمها بروثرومبين، والبروثرومبين ده انت عارف ايه؟ البروثرومبين ده اللي هو الفاكتور رقم 2 من ضمن الكلوتنج فاكتورز، يبتدي يقل هو كمان. كان الاسبرين بيعمل سيوله في الدم بطريقتين، مره لما راح للبليتلت
بالثلاث طرق دول عمل لهم انهبيشن للاجريجيشن بالثلاث ميكانيزمات دول، ومره لو اتاخد بدوز عاليه 6 جرام في اليوم فهيروح يلطش في البروثرومبين. بالمناسبه طالما جبنا سيره بقى الايه الاوزان والجرامات، قرص الاسبرين الكلاسيك اللي هو المعروف ده يعني ايا كان الاسم التجاري، القرص الاسبرين عالميا يا اما في من 300 الى 320 مللي جرام. يعني ده اي اسبرين بيسموها ادلت دوز او انالجيزك دوز، القرص لا يا 300 يا 320 مللي جرام. فشوف بقى 6 جرام دي يعني ايه؟ يعني 6 جرام دي ترجمها كده يعني تقريبا 18 قرص في اليوم. يعني تقريبا لو خدت 18 قرص اسبرين يوميا يبتدي مش بس يبقى على البليتلت، يبتدي كمان يلطش على البروثرومبين. كويس كده يا بطل؟ عندي هنا ملاحظتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، ويعني بتسال فيهم كتير قوي. احنا عندنا لو ده ركز كده معانا الله يخليك، لو ده يعني قطاع كروس سكشن في فيزل بلاد فيزل، وده الاندوثيليوم اهو اللايننج الاندوثيليال لايننج، انت عارف ان الدم وهو ماشي البليتلتس بتبقى ماشيه دايما في السنتر. يعني لو ده الدم اهو بتبقى البليتلت دايما ماشيه كده في النص، البليتلت نفسها بتتلكك عشان تيجي تلزق في الاندوثيليوم وتعمل جلطات. طيب مين اللي بيخليها عايزه تلزق؟ الماده اللي اسمها ثرومبوكسان A2 اللي هي بتطلعها اصلا، دي اهم حاجه بتخلي. طيب من ناحيه تانية الاندوثيليوم بيدافع عن نفسه وبطرد البليتلت، يقول لها بعيد ازاي؟ ها، بانه بيطلع ماده عكسيه اللي اسمها البروستاجلاندين I2 اللي انا كلمتك عنهم في الفيديو اللي فات، لما قلت لك ان احنا واقعين برحمه ربنا بين الاثنين دول، ما بين ميدياتور عايز يخلي البليتلت تلزق وميدياتور تاني بيطرد البليتلت وبيمنع الاجريجيشن بيخليها ما تلزقش ولا تعمل جلطات. كويس؟ لما حضرتك بتدي اسبرين بيروح الاسبرين يبوظ الكوكس انزيم بنوعينه واحد واثنين، فهيقل الثرومبوكسان وكمان هيقل انتاج البروستاجلاندين اي 2. كويس كده؟ طيب انت انا افهم ان انت عايز تقلل الثرومبوكسان اي 2 لان هو ده اللي مش كويس، هو ده اللي بيخلي البليتلت تعمل جلطات. انما الطيب ده ذنبه ايه؟ بيروح في الرجلين اللي هو البروستاجلاندين اي 2 ده. ففضلوا العلماء يدوروا هل ممكن ندي اسبرين بطريقه معينه بحيث ان انا اخليه اثر على الثرومبوكسان بس من غير ما نخليه اثر على الفاسكولار اندوثيليوم وما ناثرش على الطيب ابن الحلال اللي اسمه اي 2. فضلوا يعملوا ابحاث لحد ما اكتشفوا اكتشاف رائع جدا ومهم قوي. اكتشفوا ان السايكلو اوكسجينيز اللي هو الكوكس انزيم اللي جوه البليتلت اللي هو مسؤول عن انتاج الثرومبوكسان اي 2 فيري سنسيتيف للاسبرين، بيحس باقل دوز من الاسبرين، تقدر تعمل له انهبيشن بدوز قليله جدا. من هنا قالوا الله، طب ما احنا كده تاهت والاداهه. طب انا بدل ما ادي بقى قرص الاسبرين اللي فيه 300 مللي جرام، طب ما انا اقسم ربع القرص بس. ربع ال 300 كام يا بطل؟ 75. لو انت اديت ربع قرص اسبرين يوميا لاي بني ادم، الكميه البسيطه دي من الاسبرين هتروح تاثر على السايكلو اوكسجينيز انزيم انسايد ذا بليتلتس اونلي لانها فيري سنسيف، انما مش هتاثر على السايكلو اوكسجينيز انزيم اللي موجود في الفاسكولار اندوثيليوم. وبالتالي يبقى احنا حلينا اللغز اهو، قدرت انا بدوز معينه من الاسبرين اصطاد الثرومبوكسان ومن غير ما نيجي ناحيه الطيب ابن الحلال اللي كان بيحميني من الجلطات اللي اسمه بروستاسايكلين. من هنا بقى بدل ما نقول للعيان ايه هات قرص ريفو ولا مش عارف ايه واقسم القرص اربع، بدات شركات تعمل اقراص من الاسبرين صغيره كده يحط في القرص 75 مللي جرام، او في احيانا يعني 75 مللي جرام في بعض الدول، وبعض الدول تحط 81 مللي جرام. يعني عايز اقول لك بيسموها لو دوز اسبرين. يبقى الاقراص دي معموله علشان نديها للناس اللي عندهم عرضه للجلطات عشان نمنع، يعني بنديها لهم از انتي ثرومبوتيك نسميها كده علشان نشتغل على الثرومبوكسان تحديدا ونمنع البليتت اجريجيشن. اي عيان عرضه زي ما هنشوف بعد شويه لانه يجي له جلطات بيمشي على قرص من ده يوميا. ساعات يسموها انفانتايل دوز، انفانتايل دوز يعني جرعه اطفال. ومن هنا بقى المشكله بقى اللي احنا يعني بتزعلنا جدا، هي القرص الصغير ده اكمنه فيه يعني دوز صغيره زي ما قلت لك كده بياخدوها مرضى القلب، فبنسميها انفانتايل تابلت، انفانتايل حاجه صغيره يعني. مش معنى كده ان احنا عاملينها للاطفال الله يخليك، لحسن انا لسه قايل لك من شويه ان الاطفال انا مش مستحب ادي لهم اسبرين.
انما اما تيجي تقول لي مثلا تروح الاجزخانه تقوم تقول ايه مثلا، انا عايز تقول للصيدلي من فضل حضرتك انا عايز علبه اسبرين اطفال، انت تقصد اسبرين الاطفال اللي هو ده اللي هو الدوز اللي فيها 75 مللي جرام اللي مرضى القلب هياخدوها مش اللي الاطفال هياخدوها، الاطفال ما بياخدوش اسبرين اصلا. يبقى كونك تقول اسبرين اطفال ده كلمه اصلا غلط، يعني ما يصحش تقولها، انما هي اسمها انفانتايل دوز اوف اسبرين، بياخدوها المرضى اللي عرضه للجلطات غالبا فوق 50 سنه، مش الاطفال اللي عندهم 12 سنه وغيره. اتفقنا؟ طيب من هنا بقى عايزين نقف شويه وقفات كده، شويه اسئله شفوي كتير قوي من الاطباء من الدكاتره اللي هتدخل لهم اساتذه يعني يسالك في الجزئيه دي، هيقول لك طيب يا دكتور بعد ما شرحت لي القصه كده وقلت لي بقى ان انا لو عايز اعمل انهبيشن للبليتليت يبقى الدوز صغيره مش عارف ايه، طيب الاسبرين لو في عيان ماشي عليه كاز انتي بليتلت يعني عشان الثرومبوزز والكلام ده وعامل لي سيوله في الدم زي ما انت شايف احتاج يعمل عمليه سيرجري، طب ما كده في خطوره، لان انت طول ما انت مانع البليتلت اجريجيشن طول ما في خطوره لان العيان هينزف اثناء العمليه. طيب يبطل اسبرين امتى؟ قول له العيان اللي مضطر يعمل سيرجري وهو ماشي على الاسبرين احنا مضطرين نبطل الاسبرين على الاقل قبلها باسبوع، من اسبوع ل 10 ايام قبل العمليه. ليه؟ لانه الاسبرين لما بيروح ياثر على البليتلت وعلى الكوكس انزيم اللي جوه البليتلت، انا قلت لك في اول الفيديو ان الاسبرين بيروح يشتغل الريفرسبل فبيخبط السايكلو اوكسجينيز جوه البليتلت الريفرسبل، البليتلت بقى يا بطل من السيلز اللي في جسمك اللي ما فيهاش نيوكليوس، يعني ما بتعرفش تصنع بروتين، يعني هي ورثه، يعني البليتلت في بدايه تكوينها بتورث شويه بروتينات بيفضلوا معاها طول حياتها، من ضمن البروتينات اللي هي ورثها السايكلو اوكسجينيز انزيم اللي انت ضربته بالاسبرين كده، ايه بقت المساله الريفرسبل لان البليتلت كان نوت ريجينريت سايكلو اوكسجينيز اجين، يعني البليتلت اللي اتضربت باسبرين دي خلاص نعيها طلع ما عادتش هتقوم لها قومه، فانا مضطر استنى اسبوع على ما الجسم يكون نيو بليتلتس، انما اللي اتضربت دي خلاص دي ما عادتش كان نوت ريجينريت سايكل اوكسجين ما فيش نيوكليس تصنعه. ادي نمره واحد. نمره اتنين هيسالك يقول لك طيب وافرض العمليه كانت ايرجنت، يعني انا مش لازم استنى اسبوع، مش بقدرش استنى اسبوع، عيان كان ماشي على الاسبرين وعمل حادثه ومضطرين دلوقتي نفتح ونعمل سيرجري، قول له في الحاله دي يبقى لازم ياخد بلاد ترانسفيوجن من بره لان البليتلت اللي في جسمه كان مش ما عمرها ما يحصل لها اجريجيشن، فالعيان هيفضل ينزف بعد العمليه، يبقى اما ياخد فريش بلاد او ياخد حاجه اسمها باكد بليتلتس، باكد بليتلتس اللي هي بنسموها اللي هي الصفايح المفصوله، نجيب متبرع ناخد منه الدم ونفصل الصفايح لوحدها نديها للعيان اللي هي البليتلتس يعني. ماشي. السؤال الثالث هيقول لك طب وافرض كان العيان بتاعي ده ماشي على اي دواء ثاني ما هوش اسبرين، اي واحد من عيله النون ستيرويدال ال 15 20 صنف اللي احنا قلناهم، واضطر يعمل سيرجري، قول له اهلا وسهلا يعمل سيرجري ان شاء الله بكره، ما فيش ما يدعو ان انا بطل قبلها باسبوع، ليه؟ جاوب انت بقى ليه؟ لان انا قلت لك من شويه ان الفرق بين الاسبرين وبقيه عيله النون ستيرويدال كلمه ان الاسبرين لما بيروح يلطش البليتلت بلطشها الريفرسبل، اما بقيه عيله النون ستيرويدال حتى لو اثروا على البليتلت واثروا على السايكلو اوكسجينيز ومنعوا تكوين الثرومبوكسان فهم ريفرسبل، يعني ممكن البليتلت ترجع لطبيعتها بعد ساعتين ثلاثه من توقف الدواء. يبقى العيان اللي ماشي على نابروكسن ولا ديكلوفيناك ولا اي حاجه من النون ستيرويدال دي واحتاج يعمل عمليه مفيش اي مشكله خالص، يبطل الدواء النهارده ويعمل العمليه بكره، انما لو كان اسبرين زي ما قلت لك مضطر انه يبطل على الاقل باسبوع ان لم يكن 10 ايام تو جيف ات شانس فور ذا بودي تو سينثيسايز نيو بليتلتس. اتفقنا يا بطل؟ تعالى بقى نتكلم على الرينال افكت اوف اسبرين، تاثيره على الكلى. من الحاجات المهمة جدا تأثير الأسبرين على الكدني، ليه بقى؟ لأن احنا عندنا مصطلح كده مشهور جدا في الكتب الأجنبية اسمه أنالجيزك نيفروباثي. نيفروباثي أولا يعني ضرر في الكلى، يعني اعتبره حاجة زي رينال فيلير يعني. أنالجيزك يعني المسكنات. اتضح يا بطل إن الناس اللي ماشيين على مسكنات زي الأسبرين وعيلته والنون ستيرويدال كلها يعني مش بس أسبرين يعني، كل دول عرضة بعد 10 سنين ان الكلى تتعب عندهم ويدخل في فشل كلوي مزمن بين الفيلير. ليه بقى؟ لان الكدني عندك وعندي معتمد اعتماد كبير جدا على البروستاجلاندين الطيب اللي اسمه E1 و E2، دول وظيفتهم ينظموا الرينال بلاد فلو، فلما انت تدي اسبرين كل يوم او اي مسكنات مش شرط اسبرين، عشان كده هي اسمها انالجيزك نفروباثي يعني عامة،
اي مسكن من عيله النون استرويدال لو العيان مشى عليه فتره طويله وانت مانع البروستاجلاندين اللي في الكدني، يبقى انت بتقلل الرينال بلاد فلو، يقوم العيان مع الوقت يدخل منك في رينال فيلير، بس بما انها نتجت من كتر استخدام المسكنات فيبقى اسمها انالجيزك نيفروباثي. اتنين، لما يحصل انالجيزك نيفروباثي او الكلى تتاثر، ما انت حتى لو ما حصلش اخي نيفروباثي، حتى في الحاله العاديه لو بني ادم ماشي على مسكنات ولسه الكلى ما اتضرتش ولا حاجه، طب ما هو المسكنات بتقلل رينال بلاد فلو، وانت عارف ان الرينال بلاد فلو لما يقل على الاقل يعني لازم هتطلع حاجه اسمها رينين انجيوتنسين سيستم اللي هيعمل لك سولت اند ووتر ريتنشن. يبقى انا اتوقع ان الاسبرين وعيله المسكنات كلها حتى لو ما عملتش كرونيك رينال فيلير مع الوقت، فهي عرضه انها تورم جسم العيان فيحصل له شويه سولت ووتر ريتنشن نتيجه الرينال اسكيميا اللي بتعملها. نمره الثلاثه، زمان قلنا لك ان البيتا بلوكر والدايوريتكس اللي هي اللوب دايوريتكس جزء من الميكانيزمات بتاعتهم كونهم بيوطوا الضغط، فجزء من الميكانيزم كان عن طريق ان هم بيزودوا صناعه البروستاجلاندين اي 1 واي 2 واي 2 اللي هم الطيبين اللي بيعملوا فازو دايليتيشن. زمان قلنا لك المعلومه دي، قلنا لك ان البيتا بلوكر بتوطي الضغط بخمس ميكانيزمات، من ضمنهم ان البيتا بلوكر بتزود صناعه البروستاجلاندين، والدايوريتكس بتزود صناعه البروستاجلاندين. طب النهارده لو انت خدت بيتا بلوكر مع بيتا بلوكر او دايوريتك مع اسبرين، ايه هتكون النتيجه؟ هتكون النتيجه ان الاسبرين يعاكسهم، هيقلل جزء من الميكانيزم بتاعهم. اذا كان هما بيشتغلوا بميكانيزمين من ضمنهم البروستاجلاندين، فالاسبرين هيلغي موضوع البروستاجلاندين ده، فيبقى الاسبرين مش بعيد انه بيقلل الانتي هايبرتنسيف افكت اوف بيتا بلوكر اند دايوريتك. المعلومه اللي مكتوب عندك في سطر دي بتجيلك اخر السنه في صوره سؤال بدرجه ونص اسمه جيف ذا ريزون، هيقول لك ليه العيان اللي عنده هايبرتنشن اللي ماشي على بيتا بلوكر ما يصحش ياخد اسبرين، او ليه العيان اللي عنده هايبرتنشن او عنده سامثنج عايز دايوريتك يعني ليه ما يصحش ياخد لوب دايوريتك مع اسبرين. قول له لان جزء من الميكانيزم بتاع البيتا بلوكر او اللوب دايوريتك جزء من المكان عن طريق البروستاجلاندين، والاسبرين بما انه بيمنع تكوين البروستاجلاندين ات كان انتاجونايز انتي هايبرتنسيف افكت اند دايوريتك افكت اوف لوب دايوريتك. نمره 4، فيما يخص اليوريك اسيد بقى دي نقف عندها لانه احنا عايزين نفسرها. الله يخليك، عندنا قصه كده ما بين الاسبرين واليوريك اسيد، بس قبل ما احكي لك القصه هفكرك بحاجه قلناها في الرينال. فاكر لما قلت لك في الرينال وانا بشرح الرينال ان اليوريك اسيد نورمالي الجسم بيتخلص منه من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، لما قلت لك ان في ترانسبورترز هنا وظيفتها ترمي اليوريك اسيد، وقلت لك حتى كمان وفي ترانسبورتر ما تهمنيش قوي يعني وظيفتها تسحب اليوريك اسيد تاني، يعني في حاجات بترمي اليوريك اسيد وحاجات بتسحب اليوريك اسيد في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. كويس، افتكر معايا ان انا مره وانا بشرح الكدني قلت لك ان الدايوريتكس بما انها اسيدك دراجز اللي هي اللوب والثايازايد كانت ساعات بتروح تيجي تشغل الترانسبورتر اللي بيرمي اليوريك اسيد. الترانسبورتر ده متعود انه يرمي اي حاجه اسيدك، فهو متعود يلاقي كل يوم اليوريك اسيد فبرميه. انما لما تيجي تدي من بره اسيدك دراج زي مثلا اللوب او الثايازايد، قلت لك يومها انه ساعات الكلى بتتشغل بالماده الاسيدك دي وتبتدي الترانسبورتر يتشغل بيها ويرميها هي على حساب اليوريك اسيد، فكانت بيحصل كانت الدايوريتك زمان بتعمل هايبر يوريسيميا. طب ما هو الاسبرين اولى بقى انه يعمل المشكله دي، ده هو اولى من الدايوريتك لان هو اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد. اول ما تدي اسبرين لعيان عنده اليوريك اسيد زياده، يقوم الترانسبورتر اللي كان متعود يرمي يوريك اسيد يقوم يتشغل بالاسبرين، يبتدي يرمي الاسبرين ويسيب اليوريك اسيد في الجسم يتحبس في الجسم، فيحصل لك هايبر يوريسيميا. علشان كده بننبه بنقول يا اخوانا المرضى اللي عندهم هايبر يوريسيميا او جاوت، جاوت يعني النقرس بالعربي، النقرس، المرضى اللي عندهم جاوت ما يجبش ياخد اسبرين، لان الاسبرين بيخرج على حساب اليوريك اسيد، يعمل يوريك اسيد ريتنشن، وممكن العيان ده يحصل له اكيوت اتاك اوف جاوت، هنبقى نكلمك عنها ان شاء الله اما نيجي نشرح الجاوت. بعض الكتب بقى كاتبه او يعني بعض المصادر كاتبين انه ممكن لو انت خدت اسبرين بفيري هاي دوز يزود اليوريك اسيد اكسكريشن، يعني لو انا خدت اسبرين بهاي دوز ده هيساعد في علاج اليوريك اسيد. الكلام ده بقى من فضلكم مش عايزين نسمعه ليه؟ لانه ايوه هي المعلومه على الورق صحيحه انك انت لو اديت اسبرين بفيري هاي دوز هيخلصني من اليوريك اسيد عن طريق ايه؟ عارف
لو اديت اسبرين بفيرا هاي دوز هيبتدي الهاي دوز تضرب الترانسبورتر المسؤوله عن اليوريك اسيد ري ابزوربشن، كانك عايز تقول يعني انه ايه هيساعد على اليوريك اسيد اكسكريشن. انما ليه بقول لك ان الكلام ده ما يصحش تقوله؟ لان الجرعه اللي انت بتتكلم عنها دي اللي هي هتزود اليوريك اسيد اكسكريشن دي التوكسيك دوز دي فوق 18 قرص يوميا، فوق يعني تعدي 18 قرص. طب هو انت عمرك هتدي عيان 18 قرص اسبرين في اليوم؟ يعني انت عشان تيجي تقول لي الاسبرين ممكن يزود اليوريك اسيد اكسكريشن فاقول لك برافو حلو، امتى؟ اما تقول لي هديله 18 قرص في اليوم دي توكسيك دوز اصلا، ده انت كده ناوي تموت العيان من الاسبرين بقى. طيب يبقى اذا في فرق بين المعلومه اللي على الورق اللي مكتوبه على الورق والكلينيكال ابلكيشن بتاعها. لما تيجي تقرا على الورق ان الاسبرين في الهاي دوز بيزود اليوريك اسيد اكسكريشن، ايوه المعلومه صحيحه، انما براكتيكالي ما تلزمنيش ولا عمري هعملها. امال بقى الكلام الجد ايه؟ الكلام الجد ان الاسبرين بالدوز العاديه اللي انت بتديها للعيانين كل يوم اللي هم 3 اقراص في اليوم او 6 اقراص او 9 اقراص او 10 اقراص في اليوم، حتى الدوز دي هتعمل يوريك اسيد ريتينشن وهتدخل العيان اللي عنده الجاوت هتدخله في اكيوت اتاك اوف جاوت. يبقى نهايه الكلام الاسبرين ممنوع استخدامه في مرضى الجاوت. والتاني مره اهو ما تجيش تتفلسف بقى وتقول الهاي دوز بتعمل وش ما اعرفش، هي الاسبرين ممنوع يا اخواننا في مرضى الجاوت. طيب خلاص كده جينا بقى وقعنا في ايه؟ في سؤال بديهي جدا، انت عندك قطاع كبير من العيانين بيتكتب له اسبرين اللي هم مرضى القلب اللي انت خايف يحصل لهم جلطات. انا قلت لك ان احنا بنشوف على ربع قرص اسبرين في اليوم اللي هو الانفانتايل دوز. السؤال بقى اللي وقعنا فيه، مرضى النقرس يجي يسالونا في العياده كل يوم، يا دكتور بيقولوا ان الاسبرين وحش لمرضى النقرس لانه بيحبس اليوريك اسيد. طب يا دكتور ده انا ماشي على اسبرين عشان الجلطات ومش عارف ايه. طيب طلعت توصيه بقى من البريتش سوسايتي اوف روماتولوجي، الجمعيه البريطانيه للامراض الروماتيزم، وجمعيات كتير جدا لما عملوا دراسات لقوا الدوز الصغيره اللي انت بتديها لمرضى القلب دول اللي هي من 75 الى 150 ملي جرام يوميا، الدوز اللي بيسموها انتي ثرومبوتيك دوز، ملهاش اي تاثير على اليوريك اسيد. من هنا بدانا نقول للناس يا اخوانا اللي ماشيين على سمول دوز اوف اسبرين عشان القلب وعشان الجلطات مفيش مشكله خالص، ما تخافش حتى لو عندك نقرس، الدوز دي ما بتعملش اي سيجنيفيكانت افكت على اليوريك اسيد. امال مين الدوز اللي بتاثر على اليوريك اسيد وبتعمل مشكله؟ اللي تتجاوز 3 قرص في اليوم. القرص فيه 300 ملي جرام، اما تدي 3 قرص في اليوم فيما فوق هي دي الدوز اللي تاثر على اليوريك اسيد تعمل لك اكيوت هايبر يوريسيميا. اتفقنا كده يا بطل؟ طيب اخر حاجه بقى الميتابوليك افكت اوف اسبرين. الاسبرين بيعمل حاجه صغيره كده، انت عارف الميتوكوندريا عندك، انت عارف ان الميتوكوندريا في خلايا جسمنا بيدخل الاكسجين جوه الميتوكوندريا يحرق حاجات كتير قوي في الكريبس سايكل ويطلع لك في الاخر حاجه اسمها اي تي بي، كويس؟ يعني الانرجي بتبقى ستورد عندك في صوره اي تي بي. كون الاكسجين يدخل فده اسمها اوكسيديشن، وكون يطلع اي تي بي فيسموها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، يعني الاكسده مرتبطه بتكوين الاي تي بي. الطاقه دي الحرق ده بيطلع في صوره خزين اسمه اي تي بي. الاسبرين بقى من ضمن الادويه، بس عايز هاي دوز عشان يعمل الحكايه دي، ساعات يعمل كلمه انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. انكابلنج يعني ايه يا بطل؟ يعني الاكسجين يدخل الميتوكوندريا يحرق بس ما يطلعش اي تي بي، فصل الحرق عن صناعه الاي تي بي. الله، امال الحرق يطلع في صوره ايه؟ قالوا يطلع في صوره تمبريتشر، حراره، فيفر، هايبرثيرميا، نهار ابيض. الله، ده انا لسه قايل لك من شويه ان الاسبرين بيوطي الحراره، هو انتي بايريتك. ترجع تقول لي الاسبرين دلوقتي ممكن يعمل انكابلنج ويرفع حراره العيان؟ ايوه. امتى؟ في التوكسيك دوز يا بطل. التوكسيك دوز يعني تتجاوز ال 20 25 قرص عشان يحصل الحركه دي. انت لو خدت اسبرين قرص 2 3 4 دي اسمها ثيرابيوتيك دوز، دي توطي حرارتك. اتفقنا؟ انما لو حد، انا بكلمك على حد انتحر باسبرين خد 20 30 قرص، الدوز دي اسمها توكسيك دوز، هي دي الدوز اللي هتعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن، وبدل ما العيان حرارته توطى ده بالعكس ده هيجي الاستقبال في غيبوبه وحرارته عاليه نتيجه الانكابلنج اللي حصل ده. من هنا هتلاقي الممتحن اخر السنه مش بعيد يسالك لو وقعت في ايده يقول لك يا دكتور انا عندي 2 عيانين جايين بتوكسيستي، كل معظم انواع الادويه والتوكسيستي بتعمل هايبوثيرميا، العيان بيجي هايبوثيرميك ومبهدل ما عدا حاجتين، العيان بيجي حرارته عاليه. مين هم الحاجتين دول؟
قول له يا باشا الاتروبين نمره واحد. فاكر الاتروبين لما بيحصل اتروبين توكسيستي وبيمنع العرق؟ اما بيمنع العرق كان بيعمل حاجه اسمها اتروبين فيفر لو انت فاكر. الحاجه الثانيه الاسبرين. الاسبرين برضو العاني اللي انتحر باسبرين بيجي عنده هايبرثيرميا نتيجه الانكابلنج اللي انا قلت لك عليه ده.